السلام عليكم الاخوان، ونهاركم مبروك وتحياتكم اخو داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره من عدو العربي السرديس الغني الخوت. كنتواجدوا في حد سوق المنابع باقليم مراكش الخوت بتاريخ 19 يونيو 2022. اللهم بارك الخوت وتبارك الله عليكم الخوت. الله يبارك اياك تبارك الله. اللهم بارك الخوت. وغندخلوا نشوفوا الاسمنه ديال السوق. نهاركم مبارك مسعود. الله يحفظك مسعود. الله يبارك فيك تبارك الله. ندخلوا الخوت نشوفوا الاسمنه ديال السوق، هادشي اللي كانوا هذا. تحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير لي فرق خير تبارك الله. ونطلبوا الله التيسير. صافي سير اسير. اخوتي وسير الناس راه نهار خايف تكون غايب. وسير الناس راه 76 هذيك شحال الخوت طالبه؟ 76. اللهم بارك الخوت والله يدير لي في الخير تبارك الله. الله يبارك 3800. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير. الله يبارك. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. ونطلب الله التيسير. اللهم بارك. ولكن الخوت سلعه مليحه تبارك الله. السوق عامر برا اليوم في هذا المنابر الخوت، ولكن القرقع اللوز تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير لي في الخير. ونطلب الله التيسير. وندورو شي دويره في السوق ونشوفو التمام تبارك الله. اللهم بارك 76 تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير الخير. نطلب الله التيسير وندورو شي دويره الخوت في السوق ونشوفو التمام. طالب الله يعاون خويا فاجي بالسلامة. الله يبارك الخوت تبارك الله. اللهم بارك. اللهم بارك الخوت تبارك الله. بلاتي من الكروسة بلاتي الله يعزك. الله يبارك الاخوان تبارك الله. اللهم بارك وزيد ذاك تبارك الله. خيرات مولانا تبارك الله. خذ عيشور اخويا الثمن شحال؟ 72 تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير لي في الخير تبارك الله. طلب الله التيسير. اللهم بارك خاطر ناس زكاله. خاطر ناس زكاله الصيك تبارك الله. راهو ماني شارينا. دابا انت بغيت دكوال؟ اه يقول لي بغا. مالو راه عاد الشناعيه تبارك الله. قول علي واسميت تسير تسير تجر تجر جر 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 قدامي بعد اجر خلي نزوم يا جر. الله يبارك الخوت اللهم بارك 72 3600. الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله. نطلبوا الله التيسير. الله يسهل عليكم. خاطر احمر سير الله يعزك تبارك الله تبارك الله عليك. الله يحفظك. شحال اخويا؟ الله يحفظك 42. سير اخويا الله يسخر باسم بلقار. الله يحفظك تبارك الله. 42 2100 درهم. الله يبارك الحولي ما معاش الخوت تبارك الله. الله يبارك. اللهم بارك 42. السوق اليوم محيح الخوت تبارك الله وفي الثمن، ولكن الغلم اللي عير كتباع. سي صلاح السلام عليكم. يدير خويا بخير صحيح مزيان. الله يبارك فيك تبارك الله. انا بغيت نسولك سي صلاح وتجاوبني بصراحه من ناحيه العلف اخويا. هذه راك السيبه ديالك من ناحيه العلف كي داير. الله يحفظك. وهذاك الشيء تقليدا معلوم ياك داك الشيء اللي كاين. يدي خروف يدي فلوس يدي غادي. دابا العلف اش من العلف اللي كتوكل؟ التخليط الرويزه البال ديال الفصا. والعلف الاخر؟ العلف الاخر لا تقليدا معلوم. هذاك الشيء اللي كاين هي الفصا راه فوق ظهرها راه باين. هي الفصا راه فوق ظهرها هاي. شحال عطاك خو صلاح؟ 42 و500. اللهم تسلم ديال نهار الاربعاء. تسلم ديال نهار الاربعاء تبارك الله. اللهم بارك 42 و500. 2125 درهم الخوت تبارك الله. وهذاك الشيء اللي كاين علاش قلت لك انا كسبتك هذه تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير الخير. غلم برقيه الخوت حمرت الراس هذه تبارك الله. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. عند خويا صلاح غندور معاه شحال من راس قلت لي؟ 50 راس تبارك الله. وراه عنده السلعه الخوت وعنده السرديه وقلت لي عندك هذه حمرت الراس وبالجعديه ديك الصفره تبارك الله. اللهم بارك الخوت والله يدير الخير. 2125 درهم تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير في الخير. ولكن غلم مليحه تبارك الله. تقليبه راس كل شيء هذه عنده 50 راس باع هنا الله يسخر ما باعش. غنخليك من الميره ديالو اللي بغى يتصل به. البرقيه يلاه شحال من واحد كيسولني على البرقيه علاش ما كتصورهاش. ها البرقيه الخوت تبارك الله. الله يبارك. والعيب راه ما كاينش ديه فول شي حاجه راه ما كاينش تبارك الله. خلي النيميرو ديالك خويا صلاح. 0601 0601 97 95 85
62 تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يقدر الخير. ما كاينش مشكل خويا صلاح، تبارك الله، الله يبارك الاخوان، تبارك الله، ولكن راه السلعه تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير وندوروا شي دوار في السوق. سي صلاح الله يسهل عليك خويا، الله يجيب التيسير، الله يحفظك. او العم السلام عليكم، شحال خويا الثمن الله يحفظك؟ 54 تبارك الله، الله يبارك الله يدير لي بالخير تبارك الله، ونطلب الله التيسير 54 2700 تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله، الله يدير الخير، الله يدير لي فالخير تبارك الله، ونطلب الله اللي التيسير والله يدوز هاد الايام بخير وعلى خير ان شاء الله، نطلب الله السلامه في هاد الايام، هادشي اللي كان هو ذا، ونطلب الله التيسير 54 2700 ندورو شي دوره في السوق ونشوفو الثمن تبارك الله، الله يبارك. وابن عمي كي جاك السوق شويه اليوم الله يحفظك، بحال شويه الله يعزك، واش كاين شي ثمن؟ ما كاينش بحالاش، ما كاين ثمن، ما كاينش، ما كاين فكر، ما كاينش فكر، الفكر عرفنا قليل شويه، السوق تقيل شويه، ها هي الثمن راه كاين، الفكر تقيل، نطلبوا الله راه باقي شويه الوقت، باقي شويه، واحد السويمينه راه يبان لك مع دي الخروج، ولكن كتخرج الغنم، غير مليحه كتخرج، نطلبوا الله التيسير، الله يسهل عليك خويا، الله يجيب التيسير. 54 2700 سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. كيدير نعمس بخير؟ صحيح مزيان. لاباس عليك. الله يحفظك. الحمد لله. شحال اخويا؟ 61 عطاوسي. 61 تبارك الله، شحال من راسية؟ 16 راس تبارك الله، 61 تبارك الله. 3050 درهم الخوت، الله يبارك، الله يدير في الخير تبارك الله، وغنسولوه واش باقي عنده شي سلعه راه كتساب الخوت تبارك الله، الله يبارك. سي سعيد واش باقي عندك شي حاجه بحال هذه؟ باقي عندك في الدار؟ باقي. باش غتخلي لي النميره ديالك، اللي بغاك غيتصل بك. ها هي اللي جا عندك يبغى يبغي 20 بيع لي تبارك الله، قول لي النميره ديال خو سعيد. 06 68 51 31 28 نمره سي سعيد الخوت، راه كسيبه ديالو، راه باقي عنده الغنم تبارك الله، راه تقريبا وكلشي مليح تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. خاصه شي 20 ولا 40 اللي كاين اللي بغيتي 10 15 راه يبيع لك تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. وسي سعيد من ناحيه العلف، العلف كي داير؟ العلف قول لي اش كتعلف؟ زيت زيت فصا. السلام عليكم، شتي اللي كاين؟ واش من ترحب؟ وداك الشيء الاخر؟ الشيء الاخر ما كاينش؟ وياك من السكاليما؟ لا والو. يلا حيد الله يعاونك، الله يجيب السلام. يلا راه باينه من التوب ديالها، التوب راه يوريها تبارك الله. ها الشيء اللي كاين تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. سي سعيد الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. سي عبد الطيب السلام عليكم. كيدير نعمس بخير؟ صحيح مزيان؟ هاني قبل ما نبداو في الثمن، كي جاك السوق؟ الله يحفظك خويا عبد اللطيف. السوق فيه بركه، الله يجعل البركه. كارثه، 75 80 60 كله وجهته. اي واحد راه يعيط. طلبوا الله التيسير، هادشي اللي كاين هو هذا. كاينه 40، كاينه 80، كاينه 100. ابو الغني يعيط، الفقير يعيط، كلشي يعيط. عندو الفلوس راه تيشري ب 120 ولا 140. هذاك الشيء اللي كاين هو تبارك الله. التيسير راه تيجي ب 40، 45، 50. وشحال اللي عطاك في هذا الخير اخويا عطيك؟ التمر ولا 73 جنيه و80. قلتي من 80 اللي تامر الخوت 73 تبارك الله، ولكن المليح الخوت تبارك الله. وغنخلي كل سنه الحليب، وغنخلي النميره ديالو الخوت. شحال من راسيه سي عبد الطيف؟ شحال من راسيه؟ 17 راس تبارك الله، 73 تبارك الله، 3650 درهم الخوت تبارك الله، ولكن راه كاين الزين، كاين المليح تبارك الله. غنم ما كازا الخوت هذه اللي بغاها هي، راه 17 راس باعها الله يسخر ليه، ما باعش الخوت اللي بغاها يتصل به تبارك الله، راه غنخلي النميره ديالو، واللي بغاها مرحبا. هادشي اللي كان هو تبارك الله، عنده غنم زوينه الخوت، وراه غنقيه تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. شو قاعد هذاك الشكره؟ تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير لك الخير تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. بنادم راه كي هذا الخروف هذا على حساب السوق، الخوت راه بركه، كتخرج السلعه وراه الثمن كاين، كما قال لكم السي عبد اللطيف راه كان من 40 حتى 80 هنايا، هادشي اللي كاين هو تبارك الله. ما فيهش ياك تبارك الله، اللهم بارك. قول لي النميره ديالك صاحبي. 06 06 62 59 59 17 41 41 تبارك الله. بن نجار عبد اللطيف. بن نجار عبد اللطيف تبارك الله، اللهم بارك الخوت. انا شديت النميره ديالو، اللي بغى شي سلعه بحال ما دير يوجدها لي، باع هذه الله يسخر، ما باعش اللي بغى يتصل بها، هادشي اللي كان هو تبارك الله، ونطلبوا على الله يسر الامور. سي عبد اللطيف الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير.
تبارك الله، اللهم بارك القوت، الله يبارك فيك، تبارك الله، ونطلب الله التيسير، تبارك الله، الله يبارك. شحال خويا الثمن لحظة؟ شحال الثمن؟ الله يعزك، شحال الثمن؟ هذا 61، تبارك الله، اللهم بارك القوت. سير سير مصطفى سير. 61 3050 درهم الخوت، الله يبارك. اللهم بارك ولك، راه كاين المليح الخوت، تبارك الله. تبارك الله، غلم بدرية الخوت هذه، تبارك الله، ولكن زينة، الله يبارك. الله يدير الخير، غلم كتخرج الخوت، تبارك الله. طلب الله التيسير، غلم الكيلو هذا الخوت، الله يسهل على الجميع. صور صور. شحال خويا الثمن؟ السلام عليكم، شحال خويا الثمن؟ 70 اللي ثابتة فيه. جير في السن؟ جير في السن؟ بعتيه ياك؟ تبارك الله، 70,000 خوت، اللهم بارك، الله يدير الخير. 70,000 بالفرادة هذا الخوت، تبارك الله، 3500، الله يبارك، الله يدير الخير، تبارك الله، ونطلب الله التيسير، اللهم بارك. شوية الله تبارك الله، الله يبارك الخوت. سير اخو الله يسخر لك، الله يجيب التيسير. الله يبارك الخوت، اللهم بارك، الله يدير الخير، تبارك الله، ونطلب الله التيسير. نمرة الخوت الغنم ديال السي عبد العزيز، تبارك الله، ولكن المليح الورد البور، تبارك الله، الله يبارك، الله يدير الخير، تبارك الله، ونطلب الله التيسير. تبارك الله، اللهم بارك الخوت. السي عبد العزيز، السلام عليكم. بخير الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يعزك، تبارك الله، عندك المليح، الله يبارك. شحال السعد هذه؟ 52، تبارك الله، 52، الله يبارك. المعطى الخوت، المعطى عطاو 48، تبارك الله، 2400 درهم، هو كيقول 52، تبارك الله، 2600 اللي كيطب، تبارك الله، اللهم بارك الخوت، الله يدير الخير. غنم طيبة وغنم مليحة، تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير، الله يبارك. غنم المسكينة الخوت وغنم الدرويش، غنم بدرية، تبارك الله، الله يبارك. لا زين اخويا عبد العزيز، والله الا زين بكاليت، الله يحفظك لي ودي عبد العزيز، هي اللي عاطيلك. اياك الخوت، راه كلشي سمعتو كيطلب 2600 والمعطى عاطينو 2400 درهم الخوت، الله يبارك، والله يدير الخير، ونطلبوا الله التيسير، ونخليكم نمر ديال اخويا عبد العزيز اللي بغى يتواصل مع الخوت، تبارك الله. عطيني نمرة السي عبد العزيز عندك. 06 72 77 17 75، تبارك الله. خوت راه كنتعاونوا، هادشي اللي كاين هو، تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير. باع هنا الله يسخر، عاد عنده اللي بغى يتصل به، ولكن المليح الورد، الورد ديال الغنم، تبارك الله، ديال البدري، تبارك الله، وندور شنو دوار الخوت في السوق، تبارك الله. سي عبد العزيز، نهارك مبروك خويا، الله يجيب السلامة. عمي راه شديت مع هذا الأخ، الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. خويا السلام عليكم. كدير بخير؟ صحيح مزيان. شحال خويا الثمن الله يحفظك؟ 62، تبارك الله، اللهم بارك الخوت. شحال من راس يا خويا؟ 20 راس، تبارك الله، 62، تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير، تبارك الله، ونطلب الله التيسير، اللهم بارك، تبارك الله. سليها كركاع الخوت مليحه، ولكن حد المنابة كتدخل للمليح، تبارك الله، وكتباع فيه السلعة، اليوم تباعت السلعة، تبارك الله، تباعت السلعة مليحة، تبارك الله، الله يبارك. 62، 3100 درهم الخوت. تبارك الله، ندور واش دوار الخوت السوق ونشوف الثمن، تبارك الله، الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحاج بخير. بخير اخويا. صحيح مزيان. شحال اخويا هو سيت السلعه؟ السلعه اخويا تباعت بشي 48. 48 تبارك الله. الله يبارك، لا كاين مليح، كاين الزين، تبارك الله عليك، الله يحفظك. الله يبارك الخوت 48، تبارك الله، 2400 درهم الخوت، تبارك الله، اللهم بارك الخوت. سير اخويا، سير على الله. سير الله يسخر. انا غادي ادافع معاك انايا. شحال كنعاونوك حنا. سير. تبارك الله الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك. الله يدير الخير، كنبغي نوصلوا شي ميساج وصافي، هادشي اللي كاين هو هذا، وتعاونوا معنا الخوت، تبارك الله، الله يدير الخير. 48، 2400 درهم. سير راه ميسر، عسير.
تبارك الله. الحمد لله. قاعد قاعد قاعد. تبارك الله ونطلب الله تيسير والله يدير لي في الخير. تبارك الله. ندور واش دوار الخوت في السوق نشوفوا الثمن تبارك الله. شحال اخويا الثمن لاحظ؟ 68. شحال اخويا هذا؟ 68. تبارك الله الله يبارك الخوت والله يدير لي في الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير. 68 تبارك الله. 3400 اللهم بارك. 3400 درهم الخوت ولكن راه سلعه الخوت تبارك الله وسلعه مشمشه تبارك الله كانت ساع وكانت تعرف تبارك الله. الله يبارك الله يدير لك الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. اللهم بارك. 68 تبارك الله. الله يحفظك الله يبارك فيك خويا الزين الله يعزك تبارك الله. تبارك الله 68 تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. الله يبارك. كي داير اخويا بخير؟ صحيح مزيان كاني كي جاك السوق شويه اليوم الله يحفظك. بيني وبين كتخرج السلعه. الله يجعل البركه. تبارك الله. الثمن راه كاين والعلفرا غالي. العلفرا غالي تبارك الله. شحال اصاحبي؟ هذا 100 تبارك الله. جبنا الخوت 68 تبارك الله. الله يبارك ونطلب الله التيسير. الله يبارك الخوت الله يدير لي في الخير ونطلب الله التيسير ولكن راه مليح الخوت تبارك الله. الله يبارك. ود العم الله يسالعك خويا الله يجيب لك التيسير الله يسالعك خويا الله يعزك. ما هي الجيم وبارطاج تبارك الله عليك الله يحفظك خويا. تبارك الله اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. هذا الشريف هاي تبارك الله الله يبارك اللهم بارك. شحال المعلم؟ 62 تبارك الله. الله يبارك. سير اخويا سير 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 تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير لك الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك. 3100 درهم. شحال باقا باقي ما باعش كابا يحولها تبارك الله. 62 سير خويا سير غادي عسي هذا 62 الخوت تبارك الله 3100 درهم ندور شي دوره. السلام عليكم يا خويا سعيد صحيح مزيان الله يبارك فيك خويا الزين الله يعزك ليا عراقي خويا شحال الجوج؟ هادو خويا عطاولك 3000 درهم. 3000 درهم تبارك الله بجوج بهم ياك؟ تبارك الله اللهم بارك الخوت ها؟ تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير خوت 3000 درهم بهم بجوج تبارك الله. او السلعه اللي كانت عندك بعتيها؟ زربتي عليا ما شتكش انا 66 راه حاضر لي ولكن باقي شويه الليل الاخر بعد من بعد الله يسهل عليك الله يسهل 1000 ريال 50 درهم ماشي مشكل هيا تفرح وا تبارك الله ونطلب الله تيسير الله يبارك الخوت زعما سيدي باقي شي حاجه باقي خير قول الميره قول قول الميره العراق 06 11 15 69 13 تبارك الله مرحبا ما كاينش مشكل تبارك الله الله يبارك الخوت هذو راه كسيبه ديالو بقاو عنده تبارك الله وعطاو 3000 درهم الله يبارك بدري ود النعجه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله وتحياتي لكم نهاركم مبروك الله يعزكم ليا ٣٢ الخوت تبارك الله اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله ٣٢٬٦٠٠ الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله تبارك الله مليح عوض عشر تبارك الله الله يبارك فيك ان شاء الله طلبوا الله التيسير تبارك الله الله يحفظك تبارك الله قال لك المغرم ديال العام الجاي تبارك الله اللهم بارك الخوت والله يدير الخير زوينين تبارك الله وداك الشيء اللي كان كتقول هو الرزاق الله تبارك الله 32600 عاطين ودرك هو كيقول 35 تبارك الله نطلبوا الله التيسير والله يسهل على الجميع ندوروا شي دوار الخوت الصوب والله
تبارك الله، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك الخوص والله يدير الخير. السوق شويه من السوق خوص شويه اليوم، ندورو شي دوار الخوص السوق. سعيد كيداير؟ بخير، صحيح مزيان، الله يبارك فيك خويا. شحال خويا سعيد؟ 36 اخويا. 36 تبارك الله، اللهم بارك الخوص، ولكن تقريبا الخوص. حواله راهم ملاحزينين تبارك الله. الله يبارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله. قعد هذو قعد هذو تبارك الله 36800 الله يبارك الخوص، ولكن خرفان بدريا طايبين الخوص. البنادم اللي بغى يتبيع الميع تبارك الله عليك، الله يحفظك ليا، الله يعزك تبارك الله، الله يبارك الخوص. تبارك الله ونطلب الله تسير، ونطلب الله تسير، وندور دوار الخوص تبارك الله 36800 الله يبارك الخوص والله يدير لي في الخير. اخويا سعيد الله يسهل عليكم، الله يجيب تسير اخويا الله يحفظك. سي عثمان السلام عليكم، كي داير بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. شحال اخويا عثمان؟ مشرى مشرى 58 اللهم بارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله، ونطلب الله التيسير تبارك الله. 2900 اللهم بارك الخوص الله يدير الخير تبارك الله. شحال شحال كتقولي في الفراد يا عثمان؟ 64 في الفراد تبارك الله، الله يبارك الخوص. 64 في الفرادي اللهم بارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله تبارك الله، ولكن راه المليح تبارك الله، ونطلب الله التيسير الله يبارك. اللهم بارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله، نطلب الله التيسير. الناس رشاد المعقول الخوص داكشي اللي كاين كاين كيقولوا الرزق الله تبارك الله. هذا هو معاهم ياك تبارك الله، انت الاب ديال السي عثمان تبارك الله عليك، الله يحفظك، وراك معلم صنعه زوينه من كتبوا الله، وداكشي اللي كاين كيقولوا باش اشترى ديال الصق تبارك الله، ونطلبوا الله تيسير والله يسهل عليكم، الله يبارك الخوص والله يدير الخير تبارك الله تبارك الله. السي عثمان الله يسهل عليك خويا، الله يجيب التيسير.